ترأس المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسبالا الاحتفال الذي نظمته الكنيسة الكاثوليكية في المملكة بمناسبة يوم الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل في بلدة عنجرة بمحافظة عجلون بحضور عدد من المسؤولين وجمع غفير من المؤمنين. إلى التفاصيل. احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بيوم الحج لمزار سيدة الجبل في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون بقداس إلهي ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بير باتيستا باتسابالا بمعاونة النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران ويليام شوملي والقائم بأعمال السفارة الفاتيكانية المونسنيور مارو لالي وكاهن الرعية الأب يوسف فرانسيس وعدد من كهنة الأبرشية اللاتينية. حضر الصلاة أمين عام وزارة السياحة والأثار عيسى جمو ومحافظ عجلون وعدد من المسؤولين والوجهاء وجمع من الراهبات وحشود من المؤمنين القادمين من شتى محافظات المملكة. أحيت الصلاة بالترانيم المرنمة رانيا يونس القادمة من لبنان بمشاركة جوقة الرعية وعزفها. وبعد القراءات والإنجيل المقدس ألقى سيادة المدبر باتسابالا عظة القداس أشار خلالها أن مجيء السيد المسيح إلى العالم يثبت لنا تواضعه ومحبته للبشرية بارتضائه بأن يصلب على عود الصليب. واستذكر سيادته الحوادث والكوارث الأليمة التي حلت في الآونة الأخيرة على العالم العربي وقال إن ثمن ذلك هو حياة فرح وسعادة في المسيح وهو أعظم من أي شيء آخر على هذه الأرض. Jesus for 2000 years always has been a source of contradiction. يسوع يعني لحد الآن لألفين سنة هو علامة ومصدر لهذه التناقضات. We see everywhere in the world. نجدها في كل أنحاء العالم. The last Easter, you remember for Easter, a lot of Christians were killed because they were Christian. إذا بتتذكروا في عيد الفصح السابق هناك كثير من المسيحيين الذين قتلوا. Toward Jesus, there is no gray or black and white or yes or no. في الاتباع نحو يسوع هناك فقط جواب يا نعم يا لا.
And to be Christian means to say yes to Jesus. وأن تكون مسيحي هو أن تقول نعم لله ليسوع. And this has a price. وهذا يتطلب أن تدفع الثمن. I think every one of us in his experience of life knows how sometimes it's difficult to say yes to Jesus. وأكيد كلنا عندنا هذه الخبرات قديش صعب أنك تحكي yes تحكي نعم ليسوع. Yes, everyone understands, don't worry. Okay. So it's important. We say to look for Jesus, but when you find him, to say yes every day, not just the first time, then finished. To say yes every day to Jesus. جدا مهم عندما تتطلع نحو المسيح في هذه العلاقة اليومية تحتاج يوميا إلى أن تقول نعم لله لمشيئته في حياتك. And to be ready to pay the price. وأن تكون مستعد لدفع الثمن. Because what we find in Jesus is greater of any other things. لأنه ما سوف تجده في المسيح هو أعظم من كل شيء آخر على هذه الأرض. وختم سيادته عظته بتهنئة جموع المؤمنين بيوم الحج إلى مزار سيدة الجبل في منطقة عنجرة وقال إننا اليوم نفخر سويا بسيدة الجبل التي تجمع كل قاص ودان بين ثنايا جدرانها لطلب شفاعتها. وفي ختام الصلاة وبعد التناول من الأسرار الإلهية حمل سيادة المدبر أيقونة سيدة الجبل ودار بها بين جموع الحجاج على أنغام التراتيل المريمية للمرنمة رانيا يونس. يشار بأن كنيسة سيدة الجبل تعد من المواقع الخمسة المعتمدة من الفاتيكان للحج المسيحي، وتم افتتاح المزار في شهر أيار الماضي بحلة جديدة بعد أعمال من الترميمات والصيانة تليق بقدسية المكان وهيبته.